الرحيم، مدرسة نور المعارف الإسلامية الخاصة، المادة تربية دينية إسلامية، الصف الثالث الابتدائي. معكم مدرس المادة حسن سعيد محمد حسن. لقاؤنا اليوم بعنوان التسامح والتعاون. التسامح والتعاون. نتحدث أولا عن التسامح. من أخلاق المسلم التسامح. التسامح هو خلق من أخلاق المسلم، وكلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متسامحا، كان يسامح الناس، كان يسامح من أخطأ، كان عفوا كريما سمح الخلق صلى الله عليه وسلم. سأل التلميذ: ما معنى التسامح؟ ما هو التسامح؟ التسامح يا أبنائي معناه أن نعفو عمن يسيء إلينا، ولا نسمح للغضب أن يسيطر علينا، وإذا حدث خلاف بيننا نلجأ إلى التفاهم والحوار، ويعتذر المخطئ ويقبل الزميل هذا الاعتذار ويسامحه. إذن التسامح هو أن نعفو عمن يسيء إلينا، عمن أخطأ في حقنا، وإذا اختلفنا أو حدث بيننا نزاع وخلاف وجدال نلجأ إلى الحوار والتفاهم. من أخطأ يعتذر، ومن كان له الحق يقبل الاعتذار ويسامح من أخطأ في حقه. ولا يجوز لنا أن نسمح للغضب أن يسيطر علينا. يعني بعض الناس يخطئ في حقك ويأتي إليك معتذرا ومعترفا بخطئه، فتصر أنت على الخصام ولا تقبل منه الاعتذار، هذا خطأ. إذا أخطأ أخوك المسلم في حقك وجاء إليك معترفا بخطئه واعتذر لك، لابد أن تقبل الاعتذار ولا تسمح للغضب أن يسيطر عليك، لأن هذا خطأ كبير ويوجب غضب الله سبحانه وتعالى. إذن التسامح هو أن نعفو عمن يسيء إلينا ونلجأ إلى الحوار، إذا حدث بيننا جدال وخلاف نلجأ إلى التفاهم وإلى الحوار، المخطئ يعتذر ومن له الحق يقبل الاعتذار. سأل تلميذ آخر: هل يكون التسامح بين الأصدقاء والأقارب فقط؟ لا، التسامح يكون بين كل الناس. التسامح يكون بين كل الناس، بين أقاربك، بين أصدقائك، بين جيرانك، بين أهلك، بين المسلمين وغير المسلمين. إذا أخطأ في حقك أي إنسان حتى وإن كان غير مسلم وجاء إليك معترفا بخطئه ومعتذرا لك، لابد أن تقبل الاعتذار وتسامحه وتعفو عنه. وكلنا نعلم ما فعله المشركون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تعذيب واضطهاد، وأنهم حاولوا كما نرى في هذه الصورة حاولوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أنقذه منهم ونصره عليهم كما نرى في هذه الصورة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق من مكة إلى المدينة، واختبأ هو وأبا بكر رضي الله عنه في غار ثور، ونجاه الله منهم ونصره عليهم وأيد، حتى دخل فاتحا منتصرا في مكة، دخل مكة فاتحا منتصرا، وقال لأهل مكة الذين أرادوا قتله وكانوا يؤذون الصحابة ويعذبونهم ويعذبون العبيد الضعفاء بسبب إسلامهم: عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها فاتحا منتصرا، جمع أهل مكة وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خير، أخ كريم وابن أخ كريم. انظروا هؤلاء الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويعذبون أصحابه وأرادوا قتله،
الآن يقولون أخ كريم وابن أخ كريم، هل تعلمون ماذا فعل النبي؟ هل عذبهم؟ لا. هل قاتلهم؟ لا. هل سجنهم؟ لا. هل طردهم؟ لا. ولكن قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أي أنتم الأحرار، وسامحهم الرسول الكريم وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم، لكي يعلمنا أن التسامح من أخلاق المسلم، التسامح من أخلاق المسلم، التسامح من أخلاق المسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. من صفات المؤمنين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: الذين ينفقون في السراء والضراء، يتصدقون وقت الضيق ووقت اليسر والغنى، والكاظمين الغيظ، أي الذين يسيطرون على أنفسهم عند الغضب، لا يسمح للغضب أن يسيطر عليه، ولكن يكظم غيظه، يمسك نفسه، يسيطر على نفسه. والعافين عن الناس، أن يعفو عن الناس ويسامح عن الناس، عن كل الناس، يسامح الناس وليس المؤمنين فقط. كلمة الناس تشمل المسلم وغير المسلم، والعافين عن الناس، عن كل الناس. والله يحب المحسنين، الله يحب من يحسن معاملة الناس، معاملة أهله، يحسن معاملة جيرانه، يحسن معاملة أصدقائه، يحسن معاملة المسلمين وغير المسلمين. معاني المفردات: السراء اليسر والغنى، السراء اليسر والغنى، الضراء العسر والفقر، الضراء العسر والفقر، الكاظمين الغيظ الذين يسيطرون على أنفسهم عند الغضب، الذين يسيطرون على أنفسهم عند الغضب، الكاظمين الغيظ الذين يسيطرون على أنفسهم عند الغضب. ثانيا، نتحدث عن التعاون. يحكى أن أحد الحكماء جمع أولاده الثلاثة، رجل حكيم عنده ثلاثة أولاد، جمعهم وأعطى أصغرهم مجموعة من أعواد الحطب، أعطى أصغر أولادي مجموعة من أعواد الحطب مربوطة بحبل، مجموعة من الحطب مربوطة بحبل، وطلب منه كسرها، فلم يقدر، لم يستطع الولد أن يكسر هذه الأعواد المربوطة بالحبل، فطلب من الابن الأوسط كسرها، فلم يقدر، لم يستطع، وأخيرا أعطاها أكبرهم، فعجز أيضا عن كسرها، لم يستطع الابن الأصغر ولا الأوسط ولا الكبير أن يكسر أعواد الحطب. أخذ الحكيم حزمة الحطب أو أعواد الحطب وفك الحبل، ثم أعطى كل واحد من أولاده الثلاثة عودا واحدا، وطلب منه كسره، فكسر كل منهم عوده بسهولة ويسر. فقال الوالد الحكيم: عندما أعطيتكم أعواد الحطب وهي مجموعة، عجز كل منكم عن كسرها، ولما فرقتها وأعطيت كل واحد منكم عودا واحدا كسره بسهولة، فماذا تستنتجون من هذه التجربة؟ تعالوا لنعلم ما هو الاستنتاج. قال الابن الأكبر: نستنتج أن الاتحاد قوة والاختلاف والفرقة ضعف. نستنتج أن الاتحاد قوة والاختلاف والفرقة ضعف، الاتحاد قوة والاختلاف والفرقة ضعف،
قال الابن الأصغر: حقا لقد صعب علينا تكسير الأعواد وهي مجتمعة. وأضاف الابن الأوسط: ولكننا كسرناها بسهولة وهي متفرقة. وهذا يعلمنا يا أولادي أننا عندما نتحد ونكون يدا واحدة، هذا يخاف على ذلك، هذا يعاون ذاك، هذا يزور ذاك، هذا يعاون أخاه، هذا يحب أخاه. كلنا نخاف على بعضنا، كلنا نشارك بعضنا في الأفراح وفي الأحزان، ويساعد بعضنا بعضا، ويخاف بعضنا على بعض، فنصبح جميعا يدا واحدة، فنكون في ذلك الوقت أقوياء. هذا معنى الاتحاد، أن نجتمع جميعا على الصواب، على الحق، فنكون يدا واحدة لنكون أقوياء، لأن الاتحاد قوة، كما فعل الحكيم عندما ربط أعواد الحطب وأعطاها لابنه الصغير فلم يستطع أن يكسرها، لابنه الأوسط لم يستطع أن يكسرها، لابنه الأكبر لم يستطع أن يكسرها. لماذا؟ لأنها مجتمعة متحدة فهي قوية. أما عندما نتفرق، كل واحد يقول ليس لي علاقة بالآخر، كل واحد لا يخاف إلا على نفسه، لا يريد إلا مصلحته وفقط، هذا أو يؤدي بنا إلى التفرقة والتشرذم، ونصبح متفرقين ونصبح ضعفاء، كما فعل الحكيم بحزمة الحطب عندما فك الحبل وأعطى كل واحد من أولاده عودا واحدا فكسره بسهولة. لماذا؟ لأنها متفرقة، والفرقة تؤدي إلى الضعف. فنستنتج من هذا ونتعلم من هذا أن الاتحاد قوة والاختلاف والفرقة ضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. قال الأب: وهكذا الحال بالنسبة لكم يا أبنائي، وبالنسبة لكل أفراد الأسرة أو المجتمع، فإذا تعاون الجميع كانوا أقوياء، وإذا تفرقوا كانوا ضعفاء. قال المعلم: من منكم يذكر لنا من القرآن والحديث ما يؤكد ذلك؟ قال تلميذ: قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا، يأمرنا سبحانه وتعالى بالتعاون. ولكن التعاون نوعان، نوع على الخير والنوع الآخر يكون على الشر، تعاون في الخير وتعاون في الشر. فيقول ربنا: وتعاونوا على البر والتقوى، أي على الخير والخوف من الله وتقوى الله سبحانه وتعالى. وتعاونوا على البر، أي وتعاونوا على الخير. أما النوع الآخر ينهانا ربنا عنه ويقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أي على المعصية وعلى الخطأ وعلى الشر. معاني المفردات: البر أي الإحسان وفعل الخير، الإحسان وفعل الخير. التقوى الخوف من الله، التقوى الخوف من الله عز وجل. الإثم الذنب، الإثم الذنب والمعصية. قال آخر: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قل معايا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان، أي كالبناء، بناء البيت أو المسجد أو المدرسة أو المستشفى أو غير أي بناء. إذا أردت أن يكون هذا البناء قويا متينا، لا بد أن يكون كل ركن فيه مكملا للآخر. البناء كله قطعة واحدة، إذا تأثر جانب
يتأثر البناء كله، كما قال النبي يشد بعضه بعضا، إذا كان هذا البناء متينا يظل قائما، أما إذا تأثر جانب من جوانب هذا البناء يتأثر البناء كله. هكذا المجتمع، إذا تأثر جزء من المجتمع يتأثر المجتمع كله. لا بد أن يخاف أحدنا على الآخر، لا بد أن يساند ويساعد بعضنا الآخر، لا بد أن نكون جميعا يدا واحدة، أن نكون كالبناء القائم الذي يكون شامخا عاليا، كالبنيان أي كالبناء يشد أي يقوي بعضه بعضا. هذا الحديث عن التسامح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. قل معي: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. معاني المفردات: اقتضى أي طالب بالدين من المدين، طالب بالدين من المدين، طالب بالدين من المدين. رحم الله رجلا أي إنسانا، رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. يدعون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى السماحة واليسر والسهولة والتعاون، لكي نصبح جميعا يدا واحدة، نصبح جميعا مسلمين حقا لله رب العالمين. بهذا يكون قد انتهى درسنا. أسأل الله العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.